شفنا سورة البقرة والدورة التدريبية التثقيفية اللي تلقاها المسلمين فيها عن بني إسرائيل وتاريخهم مع الدعوة ومع الأنبياء والرسل، ولكن الدورة التدريبية دي ما وقفتش عند الحد ده بس، ولكن بدأت الآيات برضو تجهز المسلمين لمرحلة مهمة جدا وخطيرة جدا مقدمين عليه، مرحلة القتال في سبيل الله. لغاية اللحظة دي لم يؤذن للمسلمين بالقتال، وكان جهادهم متمثل في كف اليد والاكتفاء بالمقاومة السلمية، ولعلها كانت تربية ربانية للجيل المسلم الأول بحيث أنها تروض النفوس وينتزع منها فتيل الحمية الجاهلية عشان تخلص تماما لله، ولما يأمروا بالقتال بعد كده يكون القتال خالصا في سبيل الله مش عشان أي عصبيات جاهلية. فتيجي الآيات في سورة البقرة تجهز المسلمين نفسيا للقتال ونفوسهم تصبو للقاء العدو والانتصار عليه، تيجي الآيات تعبئ الطاقات للمرحلة المقبلة بدرس عميق للأمة الإسلامية عن قصة الملأ من بني إسرائيل، ويصغي المسلمين للدرس الرباني ده وهو بيلقى عليهم من الله سبحانه وتعالى، فيتحسسوا ويتلمسوا الواقع اللي هم عايشين فيه ويسقطوا الآيات على نفسهم ويستشعروا ان الدرس اللي جاي اللي هيسمعوه في الآيات دي هيكون عنهم هم مش عن بني إسرائيل، فتصغي الآذان والقلوب. يقول تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. الملأ من بني إسرائيل وقول الرأي وقادة الأمة هم اللي اتحركوا لتغيير الواقع بعد ما أصابهم الذل والقهر من أعدائهم، واستبيحت حرمتهم وانتهكت مقدساتهم، انتفضت نفوسهم واشتاقوا للجهاد في سبيل الله، فقالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. الخطوة الأولى في مواجهة أي عدو هي إرادة القتال والتصميم عليه والعزم عليه، وده حصل فعلا، اتحققت الإرادة عند الملأ من بني إسرائيل ونشروا الروح دي في صفوف أبناء الأمة بحيث تصبح إرادة جماعية، إرادة أمة بحالها، وتحقق ده فانبعثوا يطلبوا من نبيهم إن هو يختار ليهم عن طريق الوحي قائد يجتمعوا حواليه. الخطوة الأولى الإرادة، والخطوة الثانية في القتال هي القائد اللي يجمع القلوب حواليه تلتف حواليه النفوس. وتأمل الدرس القرآني للمسلمين، الملأ من بني إسرائيل توجهوا إلى نبيهم ليدعوا الله إن هو يختار ليهم قائد للمعركة والجهاد مع العدو، ما طلبوش من نبيهم إن هو ليقودهم في المعركة. درس للمسلمين من البداية في حسن اختيار القائد المناسب للأمة، فليس أتقى الأمة فقط هو المؤهل للقيادة حتى ولو كان نبي، لا، القائد لكل نوع من العمل ليه مواصفات مختلفة. دلوقتي هم محتاجين قائد يقودهم في الحرب، فرجعوا لنبيهم عشان يختار ليهم القائد ده من خلال الوحي حسب مقاييس ربانية، لأن لو ترك الأمر والاختيار للملأ لاختلفوا على المقاييس اللي يختاروا بناء عليها، وهتدخل بقى مقاييس زي النسب والثروة والمصالح الشخصية في الحسابات فتبوظ الموضوع كله. ده اللي حصل لما اعترضوا على طالوت، الشخص اللي وقع عليه الاختيار الرباني أصلا. أوقات كتير بنتكلم كلام احنا مش قده، بنكذب على نفسنا كذبة وبنصدقها، عشان كده لما أبدوا رغبتهم في اختيار قائد يقودهم للقتال وتوجهوا إلى نبيهم ما أخدش على كلامهم، لأن المسألة خطيرة مش بالكلام. هي قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال وألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. بين لهم وحذرهم من خطورة الأمر إن يكتب عليهم القتال ويتولوا ويتراجعوا عنه، طول ما هم لم يكتب عليهم القتال فهم في ساعة من الأمر، أما إن هم يطلبوه بنفسهم ويكتب عليهم وبعد كده يستندلوا فدي مسألة خطيرة مهلكة، مسألة مش لعبة، في دين وعقيدة متعلقة بالقرار ده، في أرواح ناس متعلقة بالقرار ده، ويستمع المجتمع الإسلامي الجديد في المدينة للرسالة دي وللتوجيهات الربانية فتشتاق نفوسهم إلى الجهاد في سبيل الله أكتر وأكتر، وكأنما التحذير الرباني ده ليهم مش لبني إسرائيل على لسان نبيهم، فهل عسيتم إن كتب عليكم القتال وألا تقاتلوا؟ والفريقين كان عندهم نفس الدافع، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، وبين إيديهم نص الإذن بالقتال بعد ما كانوا مأمورين بكف اليد، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. الواقع اللي أذن للمسلمين فيه بالقتال هو نفس الواقع والظروف اللي كان بني إسرائيل فيه، فكأنما القرآن بيحذرهم اوعوا تسقطوا في الامتحان زي بني إسرائيل، واوعوا يغركم حماسكم، واعرفوا إن وقت الامتحان مش كلكم هتنجحوا، فاصدقوا الله واصدقوا مع انفسكم. بني اسرائيل بعد حماسهم ده كله اتصفوا في امتحان ورا التاني، فنلاقي الاختبار الاول والتصفيه الاولى، فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم. يا مسلمين اوعوا تتغروا بروح الحماسه، الكلام سهل لكن وقت الجد لا تدري هل تصدق فعلا وتثبت وتتحمل وتدفع ثمن النهايه ولا لا. وكان الاختبار التاني لبني اسرائيل للشرط التاني، شرط القياده، وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعه من المال قال ان الله اصطفاه عليكم
وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وسقطوا في الامتحان التاني لما رفضوا الاختيار الرباني، ما عجبهمش عشان نسبوا ماله. فكان الجواب النبوي ليهم ان ميزته عليكم هي صلاحيته الحقيقيه للقياده وللملك من ساعه علمه وقوته الجسديه، والله سبحانه وتعالى يؤتي ملكه من يشاء. ان القياده والملك وظيفه ليها مقتضيات مش تشريف. بشر بيعترضوا على اختيار ربنا ليهم، فينتصروا ازاي؟ فكانت التصفيه الثانيه، وفضلت القله المؤمنه المجاهده تحمل لواء الطاعه، فجاءهم برد اليقين من ربهم بايه ومعجزه تثبت اختيار الله لطالوت، وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك ال موسى وال هارون تحمله الملائكه ان في ذلك لايه لكم ان كنتم مؤمنين. جاءهم التابوت اللي هو من رموز مقدساتهم اللي بيستبشروا بها، واذعنوا لقياده طالوت، وكده اتجمعت كل عوامل المواجهة للعدو، 80,000 من الجنود المؤمنين والتابوت تحت قيادة قائد رباني طالوت. ومع ذلك ما اكتفاش طالوت بالاختبار الأول والتاني، فيقدم على اختبار تالت وتصفية تالتة. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. اختبار الأول وهلة يبدو بسيط سهل، يأمر طالوت الجيش أنه ما يشربش من النهر اللي معدين عليه، وعشان ما يبقاش المسألة تحكمات وخلاص ويبقى فيه قسوة على الجنود جه الاستثناء إلا من اغترف غرفة بيده، يعني عند الضرورة القصوى لو هتموت من العطش. فكانت النتيجة إيه؟ شربوا منه كلهم إلا قليلا منهم. لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، فضل 80,000، ولما عصوا الأمر وشربوا إلا قليلا منهم كان القليل ده 4,000 جندي، منهم اللي ما دقش المية نهائي ومنهم اللي اغترف غرفة بيده. أما الاختبار اللي بعد كده والتصفية الثالثة فكانت عند لقاء جالوت، لما واجهوا الجيش لقوه أكبر منهم بكتير، 100,000 وهم يدوب 4,000، فقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. وحصلت التصفية ومفضلش إلا أقل من عشرهم، أقل من 400، من عشرات الألوف كان اللي طلعوا الجالوت في النهاية الذين ظنوا أنهم ملاقوا الله 313 رجل من أصل كل الأمة، فأنزل الله تعالى السكينة عليهم ودعوا الله من خالص قلوبهم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. وفجأة يطل علينا من بين الآيات لأول مرة وجه جديد، تقي خفي ما كانش حد يعرفه، ولكن آن الأوان أنه يقوم بالدور اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه من أجله، رويعي غنم لا يأبه له أحد، ولكنه هو اللي يحسم المعركة ويقتل رأس الكفر. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. داود ما كانش قائد عسكري، كان مجرد رويعي غنم بسيط، ولكنه يبرز من بين الملأ اللي خافوا يواجهوا جالوت قائد جيش الكفر، ويواجهه فيقتله فتحسم المعركة. سبحان الله، كأنها نبوءة بمعركة يقدم عليها المسلمين قريب بجيش عدد محاربي قليل أكتر من 300 بحاجة بسيطة، معركة يقتل فيها رويعي غنم رأس الكفر فرعون هذه الأمة، معركة ينصرهم الله فيها على جحافل الكفر. وتترك الآيات المؤمنين بعد ما سابت بصماتها على نفوسهم وقلوبهم، المؤمنين الصادقين بيحلموا أن ربنا يأذن لهم في الجهاد وأن هم يكونوا في مقدمة الركب كأصحاب طالوت، والمنافقين وضعاف القلوب يرجفون خوفا من ذلك. ونشوفكم على خير إن شاء الله.